يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على شمال البلاد، مائل الحرارة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 39، الصغرى 24، إسكندرية 28، 21، مطروح 26، 19، بورسعيد 32، 24، إسماعيلية 40، 21. وعن السويس فالعظمى 39، 22، العريش 33، 20، طابة 35، 26، شرم الشيخ 41، 28، والغردقة 42، 29. وإلى الأقصر حيث درجة الحرارة 45 العظمى، الصغرى 28، أسوان 45، 29، الوادي الجديد 46، 26، شلاتين 42، 28، حلايب 34، 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.